تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى أماكن التزيين لتتزين، علما بأن المزين امرأة؟ لا لا، تتزين في بيتها والحمد لله، تتزين في بيتها ولا تذهب إلى بيوت الناس أو الكاشيرات أو ما أدري إيش تذهب إليهن، لا، تزين في بيتها. وإذا كان عندها امرأة تزينها في بيتها هذا شيء طيب.